السلام عليكم. انا هسه حاليا يم موقع مرور للصينية الساعة تقريبا بالستة وربع بعد ما طبيت لهم الساعة بالتسعة الصبح. طبعا انا عندي معاملة مع السيارة اللي هي نقل قيد، سيارتي كان رقمها بصرة، ردت احولها بغداد، وبعد انتظار المدة سنة كاملة حتى توصل صحة الصدور بشهادة الايداع اللي ما وصلت الا اني رحت للبصرة ومشيتها، يقول فرحت اليوم وصل شهادة ايداع الموقع الحسينية. طبعا الموقع الحسينية من الساعة 9 الصبح لحد هسه اروج بالمعاملة مالتي اربع مرات، بصمت عليها اربع مرات، اتدققت مرتين، انفصلت وصولات مرتين، رجعني انواع العرقلات يطلع لك. تخيلوا معاملة 9 ساعات وهم يقول ما يخالف، بس مال يسحب الارقام مالتي ضمن اجراءات المعاملة، يعني تسحب الرقم مالتي، وهاي طبعا المحضر مال اتلاف وما تكمل لي المعاملة وانا جايك من الصبح. زين انا السؤال، انا هسه بالحسينية وراجع بغداد، شلون حرجع؟ يعني السيطرة هسه ما اقول لك السيطرات، اول سيطرة حتجي قبالي حشوف سيارة بدون لوحات، حيقول لي سنويتك وين؟ اقول له هاي السنوية، يقول لي وين الرقم مالتك؟ سنويتك صدارها قديم، اراوي بشرفكم، اراوي محضر اتلاف، لا شو اسمه يعني لا بي فد يعني عنوان او فد شيء، والله شنو؟ يعني فلان 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 خاتم. زين انا هسه ارجع للبيت شلون؟ انا هسه سيارتي اللي كانت مرقمه واللي اخذوا ارقامها، يعني لا عندي هسه، عمي ما اريد ارقام، بس على الاقل اعطوني وصل استلام سنويه، يعني هاي المعامله مالتي، هاي المعامله شوفوها جوقت اوراق استلموها من عندي واعطوني وصل استلام سنويه، على الاقل اقول له عندي وصل استلام سنويه، يعني ابسط شيء، يعني شيء يثبت ملكيتي للسياره.